لازم يقول لفرقه الكوره في النادي الاهلي انتوا على ابواب مجد، مجد شخصي، مجد للنادي الاهلي، انتوا الان اوراق اللعبه فجاه بقت عندكم. نعم. وانا قلت لحضرتك والزملاء كانوا موجودين في الاخر ممحكات الكوره مهما يعني تضخمت، في الاخر احنا في المغرب في بلد نعرفه ويعرفنا، سخافات جمهور الكوره الوارده جدا عادي جدا، لكن انت لعيب كوره، ولعيب ايه بقى؟ لعيب النادي الاهلي، رايح للثالثه الثابته، رايح على السادس على خامس نهائي في ست مواسم، واخد اتنين منهم بلاش بقى بقيت تاريخك. والاهم من ده يا جماعه انتوا ما حدش واخد باله، خلاص عرفنا الاهلي يحارب وحيدا تمام. النهارده لما تلاقي خبر رايح ان السيد جمال علام والسيد خالد الدرندلي سافرا لدعم الاهلي، صحيح سافرا لان في مقعدين من الكاف لحضراتهم يجوا يتفرجوا على الماتش، لان ده رئيس وده نائب. انتوا بتتكلموا عن السيد لقجع الذي يحارب معركه نادي من بلاده الذي يرفع اسهمه كمسؤول الدوله كم ساهمت. هو بس بمناسبه اللي حضرتك بتقوله، الخبر اللي قدامنا ان الاستاذ جمال علام بيحضر مران الاهلي الاخير في المغرب قبل نهائي افريقيا. طبعا ماله يحضر يا عم، انا وانا قلت ما يروحش. لا لا واجب صحيح، لكن ما توديش الكلام، اصل انت لو عايز تروح كنت تروح بدري، لو انت رايح فعلا ها ده انت مش تروح بدري بس الدعم، يعني مش رايح يعني يوم انت مش تروح بقى بدري بس، ده انت كل لما عارف تلعب بينج بونج انت ولقجع، ما هو ده رئيس الجامعه الافريقيه، فانت تروح لاعب هو يعملها كده انت تعملها له كده، هو يقول ما فيش تذاكر وانا اقول له لا نادي اللي انا تبعي ليه تذاكر، لا اللائحه ما بتقولش، لا اديني مسمارين هنا، هات شويه غيرها هنا، انما ايه ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ اولا بادئه من الاول، بادئه من انه مين اللي قال ان النادي الاهلي يطلب تنظيم نهائي؟ وفي انديه بتطلب تنظيم نهائي قاري، في اتحادات عندها صناعه اسمها كره القدم بتكسب منها وسياحة وإلقاء مزيد من الضوء على دولة مفروض كل فترة بتعمل يعني أبديت لنفسها وللي حاصل عندها بحلو ومره، بتقول للناس تعالوا شوفوا مصر، وانت ايش دراك يا أخي النهائي ده كان ممكن يبقى بين يعني فريق من اليمن وفريق يعني لو الأفرقسية وفريق من الصومال، ما تستضيفه يا عم، إنما انت يا راجل مش فارقة معاك كتير، فتقول اصله مين اللي يقول لك ويقول لك ازاي؟ اذا كان لا معلش يا رز اسمح، ما حبش يجرح احساس ناس تانية. يا بمعنى بمعنى ما هو قال لك الحياديه، احنا ما بنقدرش نتقدم عشان الحياديه، يعني ايه الحياديه؟ حياديه ايه؟ هو ما بيتقدمش علشان نادي من مصر، هو بيتقدم علشان زي كده ما بيودوا منتجنا لاصدقائهم عشان يروحوا يتفسحوا برضه. تقول لي راح يا مران الاهلي، الصوره اهو اهو وهو في مران الاهلي. لا شيء يشكر والله، مركز كمان مركز وبالتالي البدايه هي دي، البدايه ايميل من 22 عفوا من 22 يناير ل 28 فبراير، محدش عارف عنه حاجه، مفيش بقى اخذ وعطى مع انديه، لان يفترض ان انت بتقدم لمدينه القاهره للعاصمه، او لو تحب مدينه اخرى مثلا لو عندك عاصمه اخرى، وايضا مصر عندها اسكندريه، وبالتالي انتوا بتفكروا ازاي؟ طيب حصل ما حصل، انتوا ناس لسه كنتوا بتنافسوا بتوع ولاد دكرور وربنا كرمكم وبقيتوا اتحاد الكوره، خلاص بقى اشتغل بقى اتحاد كوره، نادي من بلادك ونادي من بلاد لقجع، هو رئيس اتحاد وانت رئيس اتحاد، قول بقى زي ما هو بيقول وشوف اللائحه وفسر لنا اللائحه وخلي ناس عندك تقول اللائحه بتقول ايه علشان الراي العام يبقى عارف حدود الاهلي ايه. احنا دلوقتي بنتكلم في اللي هيحصل بكره. اللي هيحصل بكره يا كابتن، عندي 2500 تذكره حتى هذه اللحظه على فكره، ما هو ممكن اللي احنا بنعمله واللي حضرتك بتعمله وهتعمله في الموقع عندك ونعمله في الجورنال تلاقي هناك الدنيا عندهم قال لك لا خلاص يا عم اديهم ال10 وخلينا نخلص سكتهم يعني انت فاهم. اولا ال10000 هو الاهم فيهم، ان يكون في مكان مؤمن، وده بقى لازم اداره الاهلي بقى هذه هي
ها حكايتها المفروض ردت الفعل امبارح مع انه الاصل انها كانت تبقى حكايه مع السفير. لا معالي السفير بيبقى في الحاله دي يا سامي في الحاله دي بيبقى هو عارف بس، لكن هناك منسق امني والسيد رئيس الاتحاد المصري منسق امني للمباراه. ما انا بقول لحضرتك وكمان اداره النادي الاهلي ورئيس الاتحاد بقى بما انه رايح يشوف فريق نادي فبيطمن على خط السير وعلى الاجراءات لانه هو كمان ضمن الحضور مش شايل ايده بس ورايح ببوكيه ورد في التمرين، وبالتالي الغد مطلوب تأمين الحاجات دي ب10,000 ب1,000 ب5، لكن تأمين الحاجات دي النادي الأهلي وأنا كلنا مش أنا بس شفت وتابعت بالتليفون لما راحوا شافوا خط السير بتاع الفريق وخط السير بتاع باصات اللي هتنقل الناس مزبوط. الجمهور وبالتالي يصلوا مؤمنين ويدخلوا الملعب المباراة تمام. الباقي بقى مسألة إجراءات، وبالتالي هنا يجب أن يكون اللي في المقصورة مسؤولا من الاتحاد المصري قبل إدارة النادي الأهلي حاضر كل التقسيمات اللي هتحصل، يعني لا يرى مواطني بلاده لأن الموضوع كورة، فبالتالي ما يقولش والنبي يا معالي السفير شوف الجمهور، لا لا لا، السفير منصب آخر خالص علاقة بين دول، لكن أنت هنا بتاع الكورة واللقجع بتاع الكورة ومندوب الكاف بتاع الكورة رئيسه بقى يشوف مين اللي بيبقى مسؤول في هذه الليلة. انتوا التلاتة كده واقفين من المقصورة، ناس بلادي هنا وناس بلادك هنا، يلا بينا نبدأ المباراة. أنا بقول لحضرتك لجمهور الأهلي واجب مهم عند اللعيبة، لا يمكن أبدا السماح إن اللعيبة تقول شايفين اللي بيحصل أو إحنا روحنا مش عارف إيه أو أو أو، لا أنت عارف ده، لكن كل شوية لابد من ذكاء احترافي، لابد إن أنت اول ما تلاقي شماريخ دخان بتاع ولا يتضرب الدكه تروح بسرعه عند الخط بتاع الملعب زي كل العالم. وبالتالي بس عايز اقول لحضرتك حاجه معلش، امبارح على فكره الاحداث تطورت سريعا لانه انت كانوا بيدوروا على ثغره، عشان بس اقول لكم ما عندناش اتحاد كوره على مسؤوليتي، الناس دي نشطت كده اتحاد الكوره بس ليش دعوه بالمغرب، طبعا نشطوا بعد اللي شافوه امبارح، وامبارح كل الكلام اللي سرب من الاعلام الخاص اللي بينشر للاتحاد مش الاعلام العام في المغرب لان هناك افاضل حياديين، وبالتالي قال لك ايه شايفين انتوا جايين تقولوا لنا الماتش مش عارف هيبقى فيه اهو الانجليز ها والاسبان وعند الفرنسيين اهو يا عم الناس هي ايه يعني اهلا، ده انت بتبني بقى على حاجه لا يا عم اعملها، لكن كمان فريق العمل الموجود مصاحب للنادي الاهلي عليه ان يسجل كل هذه اللحظات كله موجود يا فندم طبعا كله ما موجود. يا سيدي ما اقصدش انا مش بدي تعليمات يا كابتن اسلام، لا انا بقول لحضرتك لان هناك مشهد سيساهم الاهلي فيه بجزء كبير جدا من تطوير هذه المنظومه، ما دام ليس لدينا فاعلين لا عندنا ابو لقجع شغال ولا عندنا حد من الاتحاد بيسال على نادي من بلاده، ما حدش قال لك ده مش موضوع خاص ده خاص بولايتك، خاص بولايتك على الأندية كلها، أي واحد رايح تروح معاه. إذن الأهلي في منعطف إن شاء الله، المؤتمر هيحتاج ديكومنت، لابد أن كبريات الصحف ووكالات الأنباء تنشر كل ما تم، بس زي ما حضرتك قلت كل ده بيحصل اطلع بالمساند الأول، بص بص خليه بقى هو اللي بنى عليه ده كله ها حضرته هناك، ومحدش من الناس اللي المفروض تلعب معاه بينج بونج مش هقول ريست ساكتين وقاطعين النفس خالص، وطبعا يعني بقلة ذكاء مش بذكاء ولا حاجة قال ايه عايزين مثلا يقولوا للسفير ويقول لك اصل رئيس الاتحاد المصري راح للسفير، لا روح سلم على الراجل ويحضر الماتش، لكن دي موضوع مواضيع الكورة بتاعتك انت، السفير التقى الناس وطلبات جمهور الاهلي عبر ادارة الاهلي تم نقلها عبر السفارة بالسادة العاملين فيها من مستشارين وكذا، الأمر الآن من بعد ومن قبل عند اللاعبة دي إنها لا تهاب أحد، هيقولك هتلعب الأوت في 10 دقايق، هتلعب الأوت مش عارف إيه، بس ما يكونش أنت محتاج العشر دقايق، خليه هو اللي يحصل على 10 دقايق، منطقة محظورة اسمها نص ملعب النادي الأهلي طيب. أصلا مش عارف طيب. ما يظلمكش وما يجيبش جون وإلا أنا مش هسكت لك، أنت كل الحاجات متوفرة لك فنيا طبعا.